كين زي انا شايف انا اعتقد ان الامر الوحيد الذي يخدمه هذا الخطاب هو الردع امام ايران، لكن هذا لا يسهم النشاط السري خاصة تلك التي يقوم ذلك الذي يقوم به الموساد. لا يجب الإفصاح به، ولكن على الإيرانيين أن يفهموا لم يكن بمقدور بينت أن يبوح بذلك دون تنسيق مع قيادة الموساد. الهدف كان إظهار أن إيران يمكن اختراقها، أن إيران دولة من السهل اختراق. هذه محاولة نزع ثقة إيران وإحراج النظام الإيراني أمام مواطني إيران. نحن نعرف الآن أن الضغوط الاقتصادية في إيران في تزايد، لذلك الأمريكيون يرفضون تسريح مبلغ 10 مليار دولار تطلبها إيران من أموالها المجمدة كشرط للعودة إلى المفاوضات. ولكن بالإضافة إلى الضغوط الاقتصادية مطلوب أيضا ضغط سياسي، وإسرائيل والولايات المتحدة وافقتا وتفاهمتا بالتعاون مع دول المنطقة على زيادة هذا الضغط. لذلك نحن نرى أن المزيد من الأنباء عن فشل إيراني هنا وهناك، وهذا أحد الأمور الذي يجب أن يزيد من الضغط على إيران وإعادتهم إلى طاولة المفاوضات. ضيفك المحترم من واشنطن السيد جابرييل قال أمر مهم جدا، لا يمكن العودة إلى الاتفاق السابق لأن الإيرانيين تجاوزوه وهم يتقدمون مع كل الطرود المركزية وتخصيب اليورانيوم ووصلوا إلى نقطة خطيرة. لذلك لا يمكن الحديث إلى الاتفاق السابق، بل يجب التوصل إلى اتفاق كما قال بايدن عند دخوله إلى وظيفته، الوصول إلى اتفاق أقوى وأطول المدى من اتفاق العام 2015. وهذا الاتفاق جاء ضمن المطالب التي وردت على لسان السعودية في مفاوضاتها أو محادثاتها مع إيران، إذ تحدثت عن ضرورة إشراك دول المنطقة في اتفاق مستقبلي. سيد وجدان، ومؤخرا أخبرنا بعض الضيوف أن حتى هذه المطالبات السعودية هي تتضمن رسائل إسرائيلية ممررة، هل هذا وارد برأيك؟ نعم، الموضوع الملف أنه الإيراني هو ليس وحده من يغلق المنطقة أو يغلق إسرائيل والمملكة العربية السعودية ودول المنطقة، وإنما التواجد الإيراني في السلبي في المنطقة أضاف إلى ذلك موضوع الصواريخ لا يقل أهمية من الملف أنه الإيراني. يعني في ما يتعلق بالملف يمكن استهداف ثلاثة مواقع أساسية في إيران، هي فوردو، نطنز وأيضا كرج، لكن المشكلة الأساسية تكمن في تواجد الإيراني في المنطقة، بحيث بدأ يستخدم أذرعته في المنطقة لتهديد من جانب تهديد إسرائيل من خلال حماس جهاد الإسلامي وحزب الله اللبناني والميليشيات العراقية والمملكة العربية السعودية من خلال الحوثيين. لذلك هذه الأذرع في المنطقة هي من تهدد إسرائيل ودول المنطقة، لذلك العمل المشترك ما بين هذه الدول هو مهم جدا. وإيران تعرف بأنها تهدد الطرفين، ولذلك أنه تحاول أن هذه المصلحة المشتركة ما بين العرب وإسرائيل تحاول من خلال بناء العلاقة، لأن إسرائيل والمملكة العربية الفكرة سيد وجدان بأنه يعني لو استمعنا إلى خطاب العالم السعودي الأخير كان قد ركز على قضية السلاح النووي، ولو أن القضية التي تقود مضاجع دول عربية أكثر هي التغلغ الإيراني. بمعنى آخر، هناك تحليلات تشير بأنه عمليا كان يتكلم بلسان أيضا، أو بأن إسرائيل هنا كانت قد طلبت من السعودية بتمرير هذه الرسالة، أي جعل قضية السلاح النووي أيضا أولوية عربية. لا شك الملف، لا شك ان موضوع الملف النووي الايراني اكثر اهميه بالنسبه للدول العربيه، لان اسرائيل لديها رادع، حتى في حال امتلكت ايران اسلحه نوويه اسرائيل لديها الرادع لحمايه امنها القومي، لكن العرب لا يمتلكون هذه القدره. إذن القنبله النوويه في المرحله الاولى هو تهديد للدول العربيه قبل اسرائيل، لكن التواجد العسكري الإيراني خارج حدودها على الحدود الدول العربية وعلى حدود إسرائيل أيضا هو
تهديد وخطر كبير. لذلك إيران تحاول أن تخفف العلاقة ما بين إسرائيل والدول العربية من خلال الاتصال مع المملكة العربية السعودية، لأنها تعرف بأن السعودية وإسرائيل لهم تأثير كبير في الضغط على إيران، ولذلك إيران تحاول أن تهدي من الضغط المملكة العربية السعودية عليها، ولكن السعوديين يعرفون هذا الأمر بشكل جيد وسوف لن يتنازلوا لصالح إيران. سيد جبريل، الولايات المتحدة طلبت من الصين تقليص صادراتها النفطية من إيران، هل تعتقد أن الصين بالأخص في علاقاتها مع الولايات المتحدة سوف ترضخ لهكذا طلب؟ إيران اليوم تصدر أقل من 200 ألف برميل في اليوم الواحد، يعني نزلت صادراتها من مليونين ونصف مليون برميل في اليوم إلى أقل من 200 ألف، وبطلب من الولايات المتحدة سدت هذا العجز. السعودية اليوم، السعودية أكبر مصدر للنفط إلى الصين، ولكن بغض النظر عن هذه الأمور، من المهم جدا على الولايات المتحدة أن تكون أكثر إيجابية مع دول التحالف الإبراهيمي، لأن ذلك يؤمن مصالحها ومصالح دول الجوار. يعني إذا تأخرت أمريكا أو تغاضت أو لم تكن شريكا فعليا في يعني معارضة إيران لإنتاجها القنبلة النووية، يخشى من هذه الدول مثل السعودية مثل دول الخليج أن تبدأ مفاوضات مع إيران لحل مشاكلها بالطرق التي يحلون مشاكلها في الدول العربية. إذن الوجود الأمريكي والضغط الأمريكي على هذه الدول للبقاء على الاتفاقيات الإبراهيمية ومساعدة إسرائيل فيما تتطلبه الأمور في الوقت الحاضر مهم جداً.